قصف روسي مكثف يستهدف كييف وخاركييف وأوديسا. معارك كر وفر في باخموت الأوكرانية، وحكومة تسونك تتعهد بوقف تدفق المهاجرين عبر قانون مثير للجدل. أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حديث الميديا. أحداث وتطورات عدة تصدرت عناوين الصحف والقنوات الإخبارية، والبداية من بعض القراءات لكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا. وكالة الأناضول نقلت تصريح وزير الخارجية المصري سامح شكري في الاجتماع الوزاري العربي قوله: تألمنا جميعا مما أحدثه الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، وإننا نتقدم مجددا بخالص العزاء للدولتين والشعبين في الضحايا، ونجدد التعبير عن المساندة ووقوف الدول والشعوب العربية لجوارهما بمصابهما. وعقب انتهاء كلمة شكري، وقف وزراء الخارجية العرب والحضور بالاجتماع دقيقة حداد على ضحايا زلزال سوريا وتركيا. صحيفة القدس العربي نقلت عن خبير زلزال ياباني أن النبضة القاتلة هي وراء الدمار الكبير الذي لحق بكل من تركيا وسوريا. وفي التفاصيل، قالت الصحيفة إن الخبير هو أستاذ جامعي بدأ إجراء دراسة ميدانية في جنوب تركيا بعد مرور شهر تقريبا على الزلازل القوية التي ضربت المنطقة، حيث زار منطقة نورداغ في عنتاب القريبة من مركز الزلزال، ولاحظ انجرافا كبيرا للتربة مرجحا تعرضها لحركة انجرافات عمودية وأفقية شديدة خلال ثانيتين، وهو ما يعرف بالنبضة القاتلة. موقع العرب الجديد، وبعد مرور نحو شهر على الزلزال الذي ضرب كل من تركيا وسوريا، عرج على التغطيات الإعلامية للكارثة من جانب المحطات والقنوات وناشطي السوشيال ميديا، والذين بدوا وكأنهم في سباق محموم لنقل أخبار الهزات الارتدادية أو نشر الرعب بالتحذير من زلزال مدمر جديد، وكشف أحدث أرقام أعداد الضحايا أو إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض، ثم المسارعة لإجراء حوار معهم دون منحهم فرصة التقاط أنفاسهم أو تصويرهم تحت الأنقاض أو توزيع المساعدات والمواد الإغاثية عليهم تحت أعين الكاميرات دون استئذانهم أو مراعاة خصوصيتهم، وكل ذلك بسبب البحث عن رفع نسبة المشاهدات، مما يجعل العمل في مثل هذه الظروف يحتاج إلى ضابط أخلاقي قبل ممارسة هذه المهنة بحسب المقال. وكالة الصحافة الفرنسية ركزت على تفشي مرض الكوليرا في الشمال السوري عقب الدمار الذي ألحقه الزلزال بالبنية التحتية الهشة هناك، وشاركت بالفيديو انطلاق حملة للتلقيح ضد وباء الكوليرا، حيث تجولت فرق صحية في الأزقة والشوارع وفي مخيمات النازحين المحيطة بها، وطرقوا الأبواب من أجل تلقيح السكان. الوكالة أجرت أيضا لقاء مع مدير برنامج اللقاحات في مديرية الصحة إدلب بشأن الحملة. نتابع هذا الفيديو. تنطلق حملة لقاح ضد مرض الكوليرا، تنفذها فريق لقاح سوريا بالتعاون مع مدير الصحة وبإشراف منظمة الصحة العالمية اليونيسيف. تستمر الحملة 10 أيام عمل، تستهدف جميع الأشخاص فوق عمر السن، تشمل المناطق منطقة معارف مصريين، منطقة سرمدة، الدانة، أطمي ومدينة حارم وما حولها. ومن كارثة الزلزال وارتداداتها إلى ارتدادات مشهد الحرب في أوكرانيا، مجلة فورين بوليسي الأمريكية خلصت في مقال نشرته إلى أن الولايات المتحدة خائفة للغاية من العالم متعدد الأقطاب، وأصبحت تسعى جاهدة من أجل نظام أحادي القطب لم يعد موجودا. وقال إن العالم متعدد الأقطاب يخدم مصالح الولايات المتحدة أكثر من أي نظام آخر. استهل كاتب المقال ستيفن أم، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة هارفارد، مقاله بالقول إنه وبمجرد أن انتقلت الولايات المتحدة من ظلمة الحرب الباردة إلى ما يسمى باللحظة أحادية القطب، بدأت مجموعة متنوعة من العلماء والمحللين وقادة العالم وروسيا والصين وقادة القوى الناشئة مثل الهند والبرازيل وحتى بعض الحلفاء المهمين لواشنطن مثل ألمانيا وفرنسا يعربون عن رغبتهم في نظام متعدد الأقطاب بحسب كاتب المقال. أما الفاينانشال تايمز من جانبها عرجت على الحرب التي خاضها الغرب في العراق بقيادة الولايات المتحدة، وذلك في مقال للكاتب جان غانيش
قال فيه إن بعد 20 عاما من حرب الولايات المتحدة وحلفائها على العراق في العام 2003 لم تتغير المجتمعات والسياسات الغربية أيضا. والدليل انتخاب بوش وبلاير لولايات أخرى بعد تزعمهما للحرب، وتعهد بايدن بالدفاع عن تايوان ضد هجوم صيني محتمل، والانخراط بالصراع الروسي الأوكراني من خلال تزويد الأخيرة بالسلاح، مختتما بأن عدوانية الغرب وتهديده باستخدام القوة لم يتغير رغم مرور عقدين من الزمن على حرب العراق. وها نحن نعيش اليوم في حرب أوكرانيا التي يدعمها الغرب بشدة. أما التايمز البريطانية فنقلت عن الجيش الأوكراني أن بعضا من جنرالات الجيش الروسي متذمرون من الزج بهم في معارك لم يخطط لها، مما كلفهم خسائر بشرية كبيرة. وأشار تقرير الصحيفة الذي أعده مراسلوها في كييف إلى أن هذا الادعاء الذي لا يمكن التحقق منه جاء بعد أن اشتكت القوات المعبأة من سيبيريا من أنها غدت وقودا للحرب، وذلك في شريط فيديو وجهته إلى الرئيس بوتين، إضافة إلى تصريحات يفغيني بريغوين رئيس مجموعة فاغنر، وهو يقول في الوقت الحالي نحاول معرفة السبب، هل ما يحصل هو مجرد بيروقراطية عادية أم خيانة، محذرا من أن التأخيرات تثير مشكلات خطيرة للقوات الروسية في شرقي أوكرانيا. وقال إذا انسحبت فاغنر من باخموت الآن فإن الجبهة بأكملها ستنهار. أما الوكالة الأوروبية للأنباء يورو نيوز فشاركت من جانبها فيديو يظهر الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف مؤخرا وتسببت بدمار وخراب كبير. نتابع هذا الفيديو. إلى ملف آخر، ومن أوكرانيا إلى ملف أزمة اللاجئين في بريطانيا والتي لقيت انتقادات واسعة. الجزيرة في ملف صراع المملكة المتحدة مع المهاجرين عرجت على خطة رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك، وقالت إن حقوقيين ومنظمات وصفوها بالصادمة، حيث تقوم على ترحيل كل من يصل إلى بريطانيا بطريقة غير شرعية ووضع اسمه على لائحة سوداء تمنعه من دخولها حتى قانونيا فيما بعد. الجزيرة أضافت أن تسوناك برر إقراره هذه الخطة بعجز حكومته عن إيجاد حل للقوارب المتدفقة على البلاد، وأنه حاول بكل الطرق ولم يبقى أمامه سوى حرمان كل من يصل عن طريق هذه القوارب من حق اللجوء، مختتمة بأن حقوقيين وناشطين في المجال الإنساني لا يرون في هذا القرار سوى أن بريطانيا لا تريد أي لاجئ جديد، وهو أمر مخزن ويمثل وصمة عار للقيم التي تزعم المملكة أنها تتبناها بحسب وصفهم. صحيفة الشرق الأوسط في السياق ركزت على سبب جذب بريطانيا للمهاجرين لتقول إن القانون البريطاني يحظر العمل غير المسجل رسميا، إلا أن العديد من الخبراء يشككون في رغبة الحكومة في مكافحة هذه الآفة بحزم، وأن اقتصاد المملكة المتحدة هو اقتصاد نيو ليبرالي مع وجود سوق للعمالة غير منظم، حيث من السهل إلى حد ما التوظيف والعمل مع الوظيفة، علاوة على لغتها الإنجليزية الشائعة عالميا بسبب ماضيها الاستعماري الكبير ومكانتها بين دول أوروبا اقتصاديا واجتماعيا. وفي ذات الموضوع نستمر، الجارديان قالت في مقال شديد الانتقاد خطط المملكة المتحدة لمواجهة المهاجرين، وهذه الخطة وجهها الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين إنفر سولومون، منتقدا وزيرة الداخلية الحالية سويلا بريفرمان التي تقدمت في البرلمان بمشروع قانون قائلة لو دخلتم بريطانيا بطريقة غير قانونية فستحتجزون وترحلون بسرعة. ليتساءل الكاتب من هم هؤلاء الذين سيرحلون بسرعة؟ إنهم تلك المرأة السورية التي شاهدت مقتل أخيها بقنبلة أمامها، وأولئك الإريتريون الفارون من دولة مستبدة، والإيرانيون الملاحقون، والسودانيون الفارون من العنف، والأفغان الذين لم يتمكنوا من مغادرة البلاد بسبب مخططات الحكومة البريطانية المعقدة والفاشلة، مشككا في نجاح التشريع الجديد لأن
من قنطوا سيحاولون اتخاذ إجراءات يائسة في إشارة للحكومة البريطانية حسب وصفه. أما بي بي سي نشرت فيديو تعهد فيه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوقف تدفق المهاجرين عبر القانون. أولئك الذين يعبرون القناة بشكل غير قانوني لا يفرون مباشرة من بلد مزقته الحرب أو من الاضطهاد أو من تهديد وشيك للحياة، لقد سافروا عبر دول أوروبية آمنة. إنهم يدفعون لمهربي البشر مبالغ طائلة للقيام بهذه الرحلة الخطيرة والمأساوية في بعض الأحيان. يجب أن يعرف العالم أنهم إذا جاءوا إلى هنا بشكل غير قانوني فسيؤدي ذلك إلى احتجازهم وإبعادهم بسرعة، وعندما ننفذ القانون بحزم لن يأتوا وستتوقف القوارب. ما أسباب التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية؟ وأي سيناريوهات ممكنة؟ المزيد في مانشيت. ما أسباب التصعيد الإسرائيلي الأخير؟ هذا السؤال طرحته وكالة صفا في أحد مقالاتها، وفي تفاصيله نقلت عن عدد من المختصين قولهم إن من أبرز أهداف إسرائيل هو تصدير أزماتها الداخلية نحو عدو خارجي واسترضاء أصوات اليمين المتطرف ومحاولة التخلص من مراكز المقاومة والحول دون انتشارها. وأشاروا إلى أن الحكومة تريد التخلص من عناصر المقاومة المؤثرين للقضاء على نواتها في شمالي الضفة، ولا سيما جنين ونابلس قبيل شهر رمضان ضمن عملية متسلسلة وفق تعبيرهم. فيما استبعد أحد المحللين أن يكون الهدف من تصعيد الحكومة الإسرائيلية هو استدراج المقاومة في غزة لجولة جديدة من التصعيد لتحقيق مآرب وأهداف أخرى. أما الشرق الأوسط من جهتها سلطت الضوء على مخيم جنين، وأشارت إلى أن المدينة التي تعد من أبرز مدن المثلث الشمالي في الضفة الغربية تصدرت ما قبل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين مقاومة يمكن القول إنها بدأت في العام 1935 بقيادة عز الدين القسام الشيخ الذي وصل من سوريا وتزعم أول مقاومة مسلحة ضد الاحتلال البريطاني آنذاك، وفجر استشهاده بعد ذلك الثورة الفلسطينية الكبرى في العام 36. المقال يذكر أن المدينة سطرت خلال سنوات طويلة أمثلة في مقاومة البريطانيين ثم الإسرائيليين، وراح يتغنى بها الفلسطينيون في أغانيهم الوطنية. ومن أمثلة صار المخيم الذي أنشئ في بداية الخمسينيات يتصدرها مع كل انتفاضة أو هبة أو مواجهة، وأنه لا يمكن فصل المقاومة المسلحة في المخيم في الوقت الراهن والمدينة عن تاريخ قديم وطويل من المواجهات وفق وصفه. صحيفة العربي الجديد من جهتها تعنون تشييع الفلسطينيين لجثامين شهداء قضوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية بمشاركة شعبية وفصائلية واسعة، وأوردت فيديو عن عملية اغتيالهم. نتابع المزيد في هذا الفيديو. الجميع يحذر من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ووصولها إلى حافة الهاوية، عنوان اختاره موقع عربي بوست ليشير إلى أن حكومة إسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية تواصل ما وصفته بإجراءاتها القمعية في الوقت الذي يتعالى فيه أصوات تحذر من مغبة ذلك. ويتساءل المقال إلى أين تتجه الأمور في الشرق الأوسط، ويبرز أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية يتلخص في عدة محاور أساسية. أولها التوسع الفلسطيني في القدس الشرقية والضفة الغربية، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي. أما المحور الثاني فهو إطلاق العنان للمتطرفين من المستوطنين. أما المحور الثالث فهو الإسراع في عمليات تهويد القدس من خلال تهجير الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم مثل حي الشيخ جراح وسلوان وغيرهما. أما وكالة الأناضول فقد ركزت على ما لقيته الاقتحامات الإسرائيلية لمدن فلسطينية من رفض عربي واسع وسط مطالبة بتدخل دولي لوقف انتهاكات تل أبيب
وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني. المقال ركز على مخرجات اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي انعقد بالجامعة العربية في القاهرة تزامنا مع بيانات منفصلة صادرة عن 8 منظمات ودول عربية من بينهم السعودية والإمارات والكويت. وذكر أن مجلس جامعة الدول العربية قد أصدر قرارا على مستوى وزراء الخارجية العرب بإدانة الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني، وطالب بإدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب واتخاذ التدابير القانونية بحقهم وفق وصفهم. ما زلنا في التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وفي ظل هذه الموجة هل تقود حكومة نتنياهو الأوضاع إلى مواجهة شاملة؟ سؤال طرحه موقع الجزيرة نت لينقل عن أحد الباحثين المختصين في الشأن الإسرائيلي قوله: إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهدف من خلال موجة التصعيد الإسرائيلية إلى التغطية على ما وصفه بالفشل في 5 مستويات أبرزها الأمني، وأنه يراهن بكل المؤسسة الإسرائيلية وبالمشهد الفلسطيني ككل لأطماع شخصية تتعلق بالملاحقات القضائية التي يتعرض لها وفق وصفه، ورأى أن نتنياهو يخشى الدخول في مواجهة شاملة مع المقاومة الفلسطينية على الرغم من التصعيد الجاري الحالي وفق تعبيره. وفي سياق متصل، تستمر الاحتجاجات في إسرائيل على تعديل مثير للجدل للنظام القضائي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويعتبره معارضوه مناهضا للديمقراطية. مواصلة تضميد جروح منكوبي الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا وغير ذلك مشاهدينا في جولة على أهم ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي. وتستمر الحياة، قصة عودة المعلمة شعلة إلى التدريس من أجل الأطفال المنكوبين، وهي التي كانت عالقة تحت الأنقاض في غازي عنتاب. هذه القصة أشغلت مواقع التواصل الاجتماعي. بعد مرور أكثر من شهر على حدوث زلزال تركيا، وثق مقطع فيديو بقاء كلبة وجرائها الثلاثة حديثي الولادة على قيد الحياة تحت الأنقاض. نتابع. بابا قربان olurum sana. Bir ay sonra köpeklerim çıkıyor. Çok şükür. Aferin Şila. Kızım. Şila. أظهرت مشاهد من ولاية أضيمان ملخص أعمال امتدت لأيام من أجل بناء مدينة من المنازل سابقة التجهيز، وذلك لاستخدامها كمأوى لمنكوبي زلزال، مأوى مؤقت بكل تأكيد. هذا وتتواصل أعمال بناء مدينة المنازل سابقة التجهيز في منطقة وارتانا بولاية أضيمان. مشاهدينا، نتابع هذه القصة المأساوية للغاية، وهي لقارب يغرق ب14 شخصا غالبهم من النساء والأطفال كانوا في طريقهم إلى حفل زفاف باليمن. ما
بعد وقوع حادث تصادم القطارين الذي وقع شمالي اليونان وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات، تحولت الاحتجاجات إلى اشتباكات مع الشرطة. في الولايات المتحدة شغلت دعوى قضائية رفعها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية على مسؤولين في سجن بولاية ميتسوري، وذلك بتهمة رش رذاذ الفلفل على نزلاء مسلمين في أثناء تأديتهم للصلاة وحرمانهم من حقوقهم الدينية. نتابع. بعد ظهور روبوتات في عروض أزياء، تطورات متلاحقة في هذا المجال. نتابع. الحاجة أم الاختراع، هكذا تناولت مواقع التواصل الاجتماعي اختراع الشاب اللبناني محمد سبسبي لتوربين رياح من براميل بلاستيكية مستعملة، وذلك لتوليد الطاقة البديلة. بسبب أزمة الكهرباء التي عصفت ببلادنا، اضطرينا نبحث عن بدائل لكهرباء الدولة، لأن الطاقة الرياح هي الأفضل والأسهل من حيث التطبيق. هيدا التوربين بيتميز عن بقية التوربينات المتوفرة بالسوق بالإفشنسي الأعلى تبعته. في عنا 4 بيوت تقريبا بيستفيدوا بكل الأدوات الكهربائية، وفي بيتين بس إضافة. خلال تسجيلهما لحلقة بودكاست، فوجئ المذيعان ناثان ريفرز وأليكسي ريز باصطدام سيارة بزجاج مقهى كان داخله في تكساس. نتابع. مشاهدينا، استمروا في التفاعل معنا على صفحاتنا، ولا تنسوا دائما أن رأيكم هو المحور وتفاعلكم يصنع الخبر. وفي حديث الميديا منصة مفتوحة دائما لآرائكم. دمتم في أمان الله.